كنت بزور ابويا في المقابر دلوقتي، فلقيت العسلات دول دخل عليا. تعالى انا عايز اسالك، انت كنت بتقولي دلوقتي يا رب ايه؟ يا رب يصحى. بيدعي وانا واقف كده بدعي لابويا، لقيت ده داخل بيقول لي يا رب يصحى يا رب يصحى. عشان كده بحب العيال الصغيره والله. حسن ايه؟ اهو هو بيصور كده. انت كنت عايز كوتشي ولا عايز عجله ولا عايز ايه؟ عايز كوتشي. كوتشي ايه بقى؟ كوتشي. طب انت لابس كوتشي حلو اهو. لا ده سكسي. ما هو حلو برضه اهو. لا مش عايزه. وانت عايز ايه؟ كوتشي. ايه هو؟ لا هو عايز، انت اللي عايز كوتشي. هو عايز ايه بقى؟ معرفش. ايه؟ انا عايز بتاع ده عجله. عجله؟ عجله غاليه. انتوا طلباتكم صعبه قوي. وانت عايزه ايه؟ انا عايز برضه عجله. عايزه ايه؟ الحاجة اللي ربنا راح. انت زي العسل. انا عايز عجلة. وانا عايز عجلة. عم تجيب لي عجلة. وانا عايز عجلة. اللي انت اللي انا هجيبه برضه. وانت عايز، انت ما طلبتش. انا عايز عجلة. انت تجيبه برضه. عجلة. عجلة. غيرت الكوتشي وبقيت عايز عجلة. اه. انا عايز عجلة. طبعا. هاتيهم العاب وحاجات. بس اكتب انا عبد الغيات هتلاقي كل حاجه وبس هتناسب شوكولاته وعسل وبس كل حاجه انت اوعى تنسى الشوكولاته. صباح الفل يا جماعه. انا صاحي النهارده مزاجي رايق، وعشان مزاجي رايق فقلت اروق عليكم. النهارده كنت بفتح انغامي كده عشان كل ما اجي اسمع حاجه يقوم جايب لي حاجه تانية خالص، اللي هو انا عارف مصلحتك، انا اختار لك على مزاجي. فالمهم قلت يا عم انت هتزل لنا، انت كسر عينينا يالا ولا ايه؟ اشتركت. بعد ما اشتركت لقيت انه علي حاجات بجد غير ان انا كنت متوقعها خالص، يعني غير ان انت بقى تقعد تمشي الاغنيه ولا تمشي الحاجه اللي انت بتسمعها كده يمين وشمال وترجعها وتشوف الكلمات بتاعتها والهبل ده، لقيت ان عليه بحر، عليه كتب مقريه وعليه بودكاستات وعليه تعليميه وعليه حاجات جامده جدا. فانا عشان خدت بالي من الموضوع ده فقررت ان انا اعمل جيف اوي النهارده اهو، وهكسب 3 اشخاص منكم اكونتات انغامي فور فري لمده شهر. 3 اشخاص يعملوا ريبلاي على الستوري يقولوا انا عايز الاشتراك. والله هحاول اللي اشوفهم النهارده هديهم. في 3 اشخاص هديهم اشتراك انغامي ببلاش النهارده لمده شهر. مين الثلاثه دول بقى؟ مين اللي عايز الاشتراك؟ شايف ان في اشتراكات انغامي ولينكات رايحه جايه وحاجات رايحه جايه ودلع. فين انا من الكلام ده؟ انا فين؟ انت مالك؟ انا بعمل حاجه من جيبي الخاص، بوزع على الناس وبروق كده من جيبي. انا خدت منك حاجه. انت عاجبك الاعلانات؟ انا قلت لك حاجه يوتيوب وانا بتفرج. عاجبك عاجبك الساوند كلاود اللي مش جاي؟ طب يا عم اديله اشتراك يا جدعان. اديك يا عم اشتراك اول لينك، عشان زي ما هندلعكوا انا اول واحد هتدلع، عشان اوافق، عشان اشهر لينك على قلبك النهارده. اخويا معاك 3 ليهم وواحد ليك. خلاص يا جدعان انا هاخد اول لينك وانتوا كده. لما ابعت لك لينك ما تخافش، يعني شيكل توينز ما بيهكروش الاكونت. لا تصدق كده انا جيت ما تخافش والله يا جدعان. لا بقول لك مش عايز. طب ابعت لينك افتحه. شيكل توينز ما بيهكروش الاكونتات يا جدعان. ريبلاي على الستوري اللي فاتت مش دي، عشان ما اقعدش اجريكم على كل ستوري. ما تخافش.